كابتن هاني، انت اكيد وانت في النادي الاهلي جيت لعيب، اكيد سمعت كتير عن الكابتن صالح، يمكن انت ما حضرتوش طبعا، ولكن اكيد سمعت عن الكابتن صالح وعن قيمه الكابتن صالح. اكيد طبعا كابتن ايمن، الكابتن صالح يعني ايقونه النادي الاهلي، يعني لما يذكر النادي الاهلي لازم يبقى سيره الكابتن صالح موجوده. انا طبعا انا كنت اتمنى ان انا اكون موجود طبعا، وكنت ان انا اتعامل مع شخصيه كبيره وشخصيه محترمه زي الكابتن صالح. اللي بنسمعه عن الكابتن صالح كابتن ايمن ده بيدل ان هو كان راجل شخصيه عظيمه، يعني الكلام اللي بيتقال عليه وكلام ان احنا يعني انا في حاجات بخش اقرا عنها، يعني الكابتن صالح من الحاجات المهمه اللي الواحد بيخش يقرا عن مواقفه مع النادي الاهلي او مواقفه هو رئيس النادي الاهلي. الحاجات دي كلها طبعا بتعلمنا ازاي لما يكون في راجل قامه كبيره وراجل ليه هيبه في مكان، قد ايه المكان بيتاثر بوجوده وقد ايه المكان بيتعلم من وجوده. فطبعا الكابتن صالح مهما نتكلم زي ما الكابتن يوسف قال، مهما نتكلم محتاج حلقات كتير جدا عشان تقدر توفي الراجل ده حقه طبعا. لكن انا اتعاملت مع الكابتن طارق سليم، نفس الشخصيه نفس الهيبه، كان راجل ما بيتكلمش خالص يا كابتن، راجل شغل وبس، يعني هو الراجل يعني في حاجات هو معروف عن عيلة الكابتن صالح ان هي دي عيله بتعمل فقط، ما فيش كلام. حتى القرارات اللي كان بياخدها الكابتن صالح، مش عايز اذكر اسماء لعيبه طبعا والمواقف اللي كانت بتحصل، بيدل قد ايه ان هو كان شخصيه قويه وقد ايه كان شخصيه هو كان شعاره قوادية. تقريبا الصمت ابلغ من الكلام. بالظبط بالظبط، يعني حتى المواقف كلها اللي انا كنت بقرا عنها عليه، يعني فعلا بيدل ان هو شخصيه قويه جدا، وده طبعا توارث لرؤساء النادي الاهلي بعد كده. يعني الكابتن حسن حمدي طبعا لما مسك بعده طبعا كان نفس قريب من نفس الشخصيه برده، طبعا مش زي كابتن صالح، لكن يعني كتوتال نفس العمل، نفس طريقه العمل، نفس الكاتيجوري اللي الكابتن صالح كان شغال بيها. وكابتن خطيب طبعا برده دلوقتي يعني هي توارث طبعا، كل واحد بيتعلم من التاني. فطبعا الكابتن صالح قيمه كبيره جدا ومهما نتكلم عليه فمش هنقدر نديله حقه طبعا.